كثير من طلاب العلم يقول الوقت ما فيه بركة. السلف نعم هم في وقت مبارك وحصلوا ما حصلوا لبركة الوقت، احنا ما عندنا بركة. كيف تتصور البركة في وقتك وأنت إذا جئت من عملك أو من دراستك وقد ذهب سنام الوقت، صليت العصر الآن الوقت يستوعب طعام الغداء ثم صليت العصر، ماذا تترقب بعد الصلاة؟ تترقب شخصا من زملائك يقف بسيارته عند الباب يقول والله عندنا مشوار بنروح لفلان أو حل. ولا تصل إلى المشوار إلا مع أذان المغرب، ثم بعد ذلك قيل وقال وتنصرف بعد ذلك بعد هزيع من الليل. مثل هذا يدرك علم فيه بركة وقته، إذا صلى الفجر ذهب إلى فراشه لينام لأنه سهران بالليل حتى يأتي وقت الدوام أو وقت الدراسة. لكن في مثل هذه الأيام والأيام القادمة صلى الفجر واجلس في مصلاك، اذكر الله حتى تنتشر الشمس، وخل معك كتاب واقرأ إلى الساعة 7 أو أكثر تشوف البركة في الوقت. وفي يوم الخميس والجمعة اقرأ إلى 9 أو 10 تشوف البركة في الوقت. وأما في الشتاء جرب الليل، إذا صليت العشاء اجلس 5 ساعات يكفيك عن شهر مما يصنعه ويفعله كثير من طلاب العلم في هذه الأوقات.